مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم اني راح اسوي لكم الكنافة الناعمة، الكنافة النابلسية. راح نبدي بكوبين من السميد، هذا القياس، كوبين قياسي، هذه القياسات المعتادة، كوبين ونص كوب من السمنة. راح نستعمل سمنة حيواني. اللي نسويه راح نحرك شوية، نخلي السميد يشرب الدهن كله، هيك نحركه زين، نحركه ونخليه ليلة كاملة حتى يشرب هذا السميد كل السمنة ليلة كاملة. شوفوا، أو على الأقل 6 ساعات، على الأقل 6 ساعات. شوفوا، خلوا يشرب هذا هاي السمنة. شوفوا شلون. طبعا تقدرون اذا الجو بارد خلوه برا بالمطبخ، واذا الجو حار خلوه بالثلاجة وطلعوه بعد 8 ساعات او 6 ساعات حتى يتشرب زين. شوفوا شلون دا فركة. اوكي، وارجع لكم حتى نكمل. اوكي، هسه راح اخليه على صفحة ليلة كاملة. اوكي، هسه هاي رجعت لكم ورا نص ليلة كاملة، العفو، ليلة كاملة للصبح. هسه طبعا هذا السميد تشرب الدهن كله. شوفوا شلون صار، هيجي شوفوا شلون. اوكي، هسه نبدي نضيف المواد اللي راح نحتاجها على السميد. راح نحتاج 3 ملاعق سكر كبيرة من السكر، 3 ملاعق كبيرة من السكر. راح نحتاج هنا طحين، طحين عادي 3/4 الكوب، 3/4 الكوب طحين عادي. راح نحتاج حليب بودرة، حليب باودر 3 ملاعق كبيرة. اي نوعية عندكم حليب باودر، وما يصير لازم نستعمل حليب باودر، ما يصير سائل. راح نحتاج رشة ملح، اوكي، ملعقة صغيرة، ربع ملعقة صغيرة من صبغة الكنافة، ربع، هذه صبغة الكنافة، اقل من ربع همينة. شوفوا ايش قد راح اخليه، هيجي براس، لانه هاي لون كلش قوي، يصير لونها كلش قوي، فما نحتاجه هواية، بس شوية. اوكي، وراها راح نستعمل هنا، نحتاج خميرة، ملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة صغيرة من النشا، ونص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. سو ملعقة خميرة، ملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة صغيرة من النشا، ونص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. هذول كلهم راح نخليهم. انتبهوا، لازم نفس المقادير بالضبط. ملعقة كبيرة من ماء زهر، ملعقة كبيرة من ماء زهر. إذا حبيتوا تخلون هيل ماء ورد تقدرون، هاي ملعقة كبيرة من ماء زهر. شوفوا اللون مع الكنافة شلون يطلع رأسا. بعدين المي حسب العجينة، عندنا مي دافي لازم نستعمل مي دافي. راح نعجن هيجي هسه حتى تصير، هسه تصير العجينة سهلة بالعجن. شوفوا هسه، شوفوا شلون نبدي نضيف مي. اوكي، هاي مي. شوية شوفوا، نضيف شوية ضخ مي، تقريبا كوب كامل، كوب. صارت العجينة، شوفوا شلون هيجي لازم تكون هيجي. طبعا هذا كان كوب ونص، كان كوب ونص، يعني تقريبا كوب كامل، كوب كامل. شوفوا شلون هسه عجنت، صارت عجينة زينة جدا. اللي راح نسويه هسه، راح
خليها بالصينية، ورق الزبدة جوا. شوفوا هاي راح نفرشها بالصينية ورا ما عجناها زين، واللون حلو كلش صار، حتى تطلع لون الكنافة أصفر. هسه نشوف نحط كل شيء هنا. طبعا صواني الكنافة لازم تكون حافاتها مو كلش الصينية ما تكون كلش عميقة، تكون حافاتها قصيرة. هسه نبدي نفرش العجينة. شوفوا نبدي نفرش العجينة. هاي العجينة هسه راح ندخلها الأوفن، مو هسه يعني، ورا ما ترتاح فد نص ساعة ندخلها الفرن واشوفكم شلون وشنو الدرجة. بس خطوة خطوة دا امشي وياكم حتى تعرفون، لان هاي مهمة العجينة، لازم تعرفون شلون تسووها طريقتها. طبعا العجينة تقدرون تسووها قبل كم يوم، تخلوها بالفريزر يصير، وشوكت ما تريدون تطلعون طلعوها قبل يوم، حطوها بالثلاجة. شوفوا شلون كلها نفرشها بحيث تكون، شوفوا شلون هاي هيجي ايه، شوفوا شلون اوكي هاي صارت مفرشت كلها. نخليها هسه اغطيها بورق باي ورقة او قماش او نايلونة. شوفوا واغطيها، اغطيها في شي في التاول واخليها فد نص ساعة ترتاح، وارجع لكم شلون راح اخبزها. اوكي هسه هاي فاتت نص ساعة، شوفوا شلون صارت العجينة شوية نفخت اكثر. اوكي راح اخلي الفرن على درجة حرارة اعلى درجة عندكم، هسه انا اعلى درجة عندي 500، خليتها على 500. ادخل العجينة مال الكنافة للاوفن بالرف الوسط، واللي اسويه رأسا اطفي النار، اطفي الفرن. احنا نريد بس العجينة، يعني هاي العجينة بس تيبس، ما نريدها تاخذ لون، اريد بس تيبس تنطبخ هيجي. طفيت النار، طفيت الفرن وعلى الحرارة مالته. هسه الباقي راح اخليه من 10 إلى 15 دقيقة. اوكي اوكي هسه رجعت لكم، ظلت فد ربع ساعة بالفرن وهو مطفي، يعني ما مشعول، طافي، وطلعت هيجي كأنها صمونة. شوفوا شلون هسه شوية بردت، يعني صارت دافية. راح ابدي شو اسوي، اثرمها. شوفوا شلون، بس حتى اشوفكم يعني، شوفوا شلون هيجي صارت هيجي. شوفوا هيجي هسه راح نبدي نثرمها. عندي هاي الصغيرة بالفود بروسيسر، نخليه خلي شوية شوية. شوفوا شلون سأبدي أثرم. شوفوا شلون صارت ناعمة كلش. شوفوا شلون هسه راح نرجع نخليها هنا نكمل اكمل باقي. شوف شلون هيجي هسه راح اكمل وارجع لكم. اوكي هسه ايش دا اسوي، راح نخله. شوفوا ايش قد يطلع منه هيجي شويه خشن، راح انخل شوفوا حتى يطلع الزين ويبقى الخشن، ما يصير تكون خشنة. شوفوا شلون راح نخله كله. شوفوا شلون طلع هذا خشن، ومثله خل نسوي هيجي، نرجع ننخل. اوكي
اكمل وارجع لكم. اوكي هسه رجعت لكم الكنافه حضرت نخلتها. طبعا هاي ما راح اقدر استعملها كلها، استعمل اللي استعمله والباقي اخليه بالفريزر ما يجي لكل شيء. اوكي هسه بالنسبه للجبن راح استعمل جبن حلو ينباع بالاسواق العربيه، اذا ما متوفر استعملوا جبن عكاوي جبن بلدي. طبعا لازم تنقعوه بالمي ثلاث اربع مرات وبعدين تصفوه زين من المي حتى ما يكون بيه ولا نقطه ملح. وهذا تقريبا ما اعرف ايش قد يعني قالب ونص، قالب ونص يعني تقريبا دا اقول ربع لا باون، باون يعني شويه اقل من نص كيلو، يجوز ما اخليه كله. المهم هنا انا راح استعمل قشطه، شوفوا هاي القشطه علبه كامله وشويه مي زهر راح اضيف للقشطه. القشطه تخليها ما تيبس الكنافه، ما تيبس تصير هالشي. راح نضيف للقشطه شويه سكر باودر فد ملعقتين كبار. اوكي ونخلطهم مع بعض هيجي. اوكي هاي هيجي هيجي اوكي. هسه هاي صارت القشطه. بالنسبه استعمل موتزاريلا تشيز اضيف لها، هاي ما بيها ملح بس 4% اضيف على مودة مط اكثر الكنافه راح استعملها همينه. وهسه راح اخبط اسوي الخبطه هيانها الصينيه. شوفوا نبدي اول شيء نخلي سمنه، سمن حيواني لان الكنافه لازم سمن كميه وفيره. اللي ياكل كنافه هذاك اليوم لا يحسب حساب الرجيم ما يصير يحسب حساب الرجيم، ما تفيد القضيه يعني اذا ماكو سمنه اكو سكر اكو جبن. هسه نبدي نحط الكنافه، شوفوا شلون عجينه صارت زينه كلش وفكره حلوه. طبعا هاي تقدرون تحضروها قبل يوم العجينه. شوفوا نبدي نصف هيجي طبقة عجينة تحفة تحفة صارت. شوفوا شلون هاي صفر الاوفن خليته على درجة حرارة 350 يمكن 180 اللي عنده درجة مئوية. هاي فهرنهايت. اوكي شوفوا شلون صارت، ضغطوا عليه زين هيجي. اكو مكانات خلينا نساويها زين حتى تطلع عدلة. حاولوا تساووها زين وضغطوا عليها زين. هسه نبدي نخلي الجبن، خلي لا تكون على الحافات هواية حتى يصير عندكم قالب حلو، حاولوا تخلوها شوية مسافة. شوفوا هاي ها ها. أرجو إنه أنتوا دا تستفادون من الأشياء اللي أسويها، الأكلات والحلويات أحاول أقدم لكم إياها بأسهل طريقة وأبسط طريقة حتى واحد لا يتعجز من يسويها. شوفوا هسه نبدي نخلي شوية موتزاريلا تشيز نريدها تمط. شوفوا شلون شوية طبعا الموتزاريلا تشيز تكون شويه اقل من بس هيجي فد كوب موتزاريلا تشيز. اوكي هذه تقريبا اخذت هالقد بقى من النص كيلو هالقد بقى. طبعا هاي صينيتي صغيره
يعني لو تخلون صينية هاي اكو شوي نقص هنا. اوكي هسه هاي هيجي كملنا هنا كمية وفيرة من الجبن. اوكي وهسه نبدي نخلي القشطة نوزعها. حاولوا لا تروح على الحافات قد ما بيكم. هسه راح اخليها بالفرن على درجة حرارة قلنا 350 وبالرف الوسط واعلق الفوق والجوة. شلون راح اعرف استوت؟ من الحافات تبدي تتحمر نعرف انه خلاص استوت. هاي كل خليناها اوكي اوكي بعدين اخلي فد رشة من الكنافة همينة حتى تلزم قالب ومن نقلبها ما تصير من ما تلزق على الصينية. هاي شوية بس هيجي هنا. اوكي هسه راح ادخلها الفرن وارجع لكم. اوكي اوكي هسه شوفوا طلعت، هاي صار لها نص ساعة بالفرن. اوكي نصينا التي في هذا حلو شوية منها انكسر مو مشكلة، بس هسه نخلي القطر، قطر لازم يكون حار كلش حار، نصب عليها شوفوا. طبعا القطر هو كوبين سكر وكوب مي وملعقة كبيرة من عصير الحامض الفريش، هاي معروفة على النار على الماء يثخن شكد حلو. هاي الكنافة النابلسية نبدي نزينها بالفستق. اوكي تقدرون تخلوها على درجة حرارة اكثر، خلي تكون خلي نقول 400 تصير اسرع، يعني بعشرين دقيقة تصير. اوكي وهاي الكنافة قطعنا واحدة شوفوا شلون طيبة، جربوها. اوكي شوفوا 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 الجبن. اوكي اوكي اني شكرا للمتابعة، وهذا ليندا اس كيتشن. اذا حبيتوا الفيديو سبسكرايب وكومنت ولايك، وهذا ليندا اس كيتشن اجين، باي.